اهلا وسهلا بيكم في قناة الصحة والتخسيس، معاكم دكتور حنس حشمت. النهارده يا جماعة هنكمل سلسلة فيديوهاتنا في رحلتنا في التخسيس من 137 كيلو حتى وصولي ل 77 كيلو. النهارده يا جماعة هنتكلم في الفيديو بتاعنا عن فوائد الكيتو المذهلة. اللي خلاني عملت الفيديو ده يا جماعة، انا ما كنتش ناوي اعمل اي فيديوهات تاني عن الكيتو غير الفيديوهين اللي انا نزلتهم. امبارح وانا بجهز الفيديو بتاع رجيم الرز اللي انا نزلته لكم، صديقه اتصلت بيا وهي من احد المتابعين معايا على قناه اليوتيوب، بتشوف فيديوهاتي اول باول، وهي من احد المتابعين هي وجوزها في نظام تخسيس معايا، والحمد لله ماشيين على النظام كويس جدا وبيخسوا معايا كويس جدا. فهي شافت فيديو لدكتوره على قناه من القنوات، فقالت لي الحق ده في دكتوره اسمها كذا 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 مبهدله في نظام الكيتو، بتقول ان هو نظام غير صحي بالمره وان هو مضر بالصحه وان هو بيموت الناس، فيا ريت ترد عليها. المهم هي كانت بعتها لي اللينك بتاع القناه على الفيسبوك، فالمهم انا فتحت الفيديو، شفت الفيديو، مجرد ما شفت الفيديو رحت داخل على اللينك بتاع القناه، كتبت لهم دي استحالة تكون دكتورة وانا مستعد للمناظرة الشخصية معاها. طبعا مفيش رد من القناة، وطبعا كلمت صديقتنا وقلت لها الكلام ده كله، قلت لها وانا هرد بفيديو رسمي على الموضوع ده. انا يا جماعة كنت نزلت فيديوهين، فيديو بشرح فيه الكيتو من اوله لاخره، وفيديو تاني ازاي تتغلب على مشاكل الكيتو اللي بيسببها الرجيم ده، تمام؟ انا ما كنتش ناوي اعمل اي فيديوهات تاني، بس النهارده هعمل فيديوهات عن الفوائد المذهله للكيتو. يا ريت اللي ما شافش الفيديوهين الاولانيين اللي انا نزلتهم يشوف الاول الفيديوهين ويرجع يكمل معايا، لان انا مش هكرر اي كلام قلته بخصوص الكيتو انا قلته في الفيديوهين اللي فاتوا، فشوفوا الفيديوهين اللي فاتوا الاول وتعالى كمل معايا الفيديو ده. اول حاجه يا جماعه، اللي عمل المخترع رجيم الكيتو اسمه دكتور راسل وايلدر، ده راجل من مجموعة مايو كلينيك. واللي ما يعرفش مجموعة مايو كلينيك دي، عبارة عن مجموعة بحثية لا تهدف إلى الربح، موجودة في ولاية اسمها روتشستر في أمريكا، ده المكان بتاعها، يعني في ولاية مانسينيتو الأمريكية، تمام؟ في حاجة تانية عايز اقولها لكم يا جماعة، في دكتورة اسمها كريستين مانسينيلي، دي ليها كتاب مترجم باللغة العربية PDF عاملاه عن نظام رجيم الكيتو للناس اللي هاوية القراية، تمام؟ طيب نرجع للفوائد المذهلة لرجيم الكيتو. اول حاجة يا جماعة، رجيم الكيتو فعال جدا للاطفال اللي عندهم صرع، خاصة لما الأدوية ما تجيبش معاهم نتيجة. الأطباء بيلجأوا له في حالات التشنجات اللي بتصيب الأطفال، زي متلازمة درافت، متلازمة ريت، متلازمة دوز، متلازمة لينوكس، غاستو، كل دي مسميات لحاجات تبع التشنجات بتاعة الأطفال. المسميات دي طبعا غريبة لان هي اتسمت باسماء العلماء اللي اكتشفوها، تمام؟ دي اول حاجة. تاني حاجة، علاج لمرضى السكر رقم 2، لان انا في الكيتو بقلل مستوى الكربوهيدرات، فبالتالي مستوى السكر في الدم بيرجع للمستوى الطبيعي، بالاضافة الى ان مستوى الانسولين بيقل تماما نتيجة خروج الكيتونات، لان انا لما بيكونش فيا اي مصدر للسكريات زي الكربوهيدرات والنشويات وما شابه ذلك، الكيتونات بتزيد. الكيتونات بتحسني حاجة اسمها حساسية الانسولين، يعني بتقلل لي مقاومة الانسولين بنسبة 75%، واللي ما شافش الفيديو بتاع مقاومة الانسولين اللي هو اصل كل الامراض يرجع يشوفه على قناتي، لان مقاومة الانسولين هو كارثة الكوارث، وهو اللي بيسبب لي كل الامراض، ضغط وشرايين وقلب وأوعية دموية وسكر وكل حاجة. فانا لما بقلل هرمون الانسولين، ده هرمون تخزين الدهون في الجسم عشان ما ننساش، يبقى هو علاج كمان للصرع، علاج كمان لمين؟ لمرض السكر النوع الثاني. رقم ثلاثة، الكيتو يا جماعة علاج فعال لمرضى السرطان. ليه؟
السرطان يا جماعه، الخلايا السرطانيه بتتغذى على الجلوكوز اللي هو السكر اللي جاي من الكربوهيدرات. لما انا انزل الكربوهيدرات الخلايا السرطانيه بحجمها بيقل وتنحصر وتموت. بالاضافه يا جماعه نخلي بالنا من حاجه علميه مثبته، ان تقليل مستوى هرمون الانسولين في الدم بيخلي الخلايا السرطانيه نفسها تموت، وما يبقاش في قدرة لنمو خلايا سرطانية جديدة، ولو في خلايا سرطانية بتبطئ من عملية النمو بتاعها. طيب تمام. رقم 4، ان هي الرجيم الكيتو بيعالج متلازمه تكيس المبايض. واللي ما يعرفش يعني ايه تكيس المبايض، هي عباره عن حاله فيها المبايض بتاعه الست بتبقى اكبر من الطبيعي، وبيبقى فيها سائل ابيض على شكل بويضات، على شكل يشبه البويضات. زيادة هرمون الانسولين نتيجة زيادة انك انت بتاكل كربوهيدرات كتير بيخلي هرمون الانسولين بيزيد، والهرمون ده مسؤول عن انه يعمل لي عملية تكيس المبايض. يبقى انا لما اقلل الكربوهيدرات هيقل عندي هرمون الانسولين، هيشفي لي او يعالج متلازمة تكيس المبايض، وده رابع فائدة لرجيم الكيتو. 5 فائدة، المخ يا جماعة. المخ بيحب قوي الرجيم الكيتو، لان المخ بيعتبر ايه يعني بيحب الكيتونات اللي هي ناتجه عن رجيم الكيتو. الكيتونات بيحب الطاقه اللي جايه من الكيتونات. ليه؟ بيؤدي الى زياده التركيز والاستيعاب بتاعه المخ بشكل كبير، ويقلل لي من الارتجاجات، ويساعد في الشفاء من الجروح بعد العمليات بتاعه جراحه المخ. انتوا متخيلين قد ايه فايده للمخ؟ تاني حاجه بيعالج لي كمان اضطرابات النوم. فبالتالي انا عندي الكيتو بيساعد على تعزيز صحه الدماغ، وينصح باتباعه للناس الكبار في السن، خاص ليه؟ علشان يحميهم من الزهايمر والخرف ومرض باركنسونز، اللي هو يا جماعه اسمه اللي هو مرض شلل الرعاش، اللي هي الناس اللي بترتعش. تمام. وكمان بيحمي من اصابات السكتات الدماغيه، ده غير ان هو بيساعد على تعزيز احتياجات الطاقه العصبيه وتحسين قدره الخلايا العصبيه على مواجهه تحديات التمثيل الغذائي. بمعنى اصح بيزود قدره مضادات الاكسده كمان في الجسم. وفي الاخير الكيتونات اللي بتنتج عن رجيم الكيتو يا جماعه بتحميلي خلايا المخ من التلف. تمام. ده بالنسبة للمخ. نيجي للمعدة. رقم 6، المعدة يا جماعة هو بيعمل الناس اللي بتعمل الرجيم الكيتو بيبقوا عندهم راحة من الغازات والانتفاخات والتشنجات اللي بتصيب المعدة. طيب تمام. رقم 7، وسابع فائدة، القلب. على مستوى القلب بيحسن الصحة العامة للقلب، بيقلل ضغط الدم، بيقلل الإصابة بتصلب الشرايين، بيقلل حاجة اسمها الهارت فيلير اللي هو الفشل في عضلة القلب، بيقلل إصابات القلب المختلفة، بيرفع لي هرمون ال HDL، بيرفع لي قصدي بروتين ال HDL اللي هو الكوليسترول النافع، وبيقلل الكوليسترول السيء أو الرديء اللي هو ال LDL اللو دينستي لايبو بروتين. طيب خلي بالنا، علشان الدكتوره في الفيديو ده قالت ان هو ده رجيم الكيتو انا كل حاجه باكلها بدهون فبيرفع لي الكوليسترول، و لا، انا مين قال ان انا باكل كل حاجه بدهون؟ الدهون اللي باكلها هي الدهون الصحيه. في رجيم الكيتو بتبع رجيم الدهون الصحيه، يعني باكل السمنه بتاعه الدهون الحيوانيه، باكل السمنه البلدي، باكل الزيوت الصحيه زي زيت جوز الهند، زي زيت الزيتون، زي زيت الافوكادو، زي زيت النخيل الاحمر، الحاجات اللي هي المفيده جدا. وبالنسبة لحلقة الزيوت أنا عامل حلقة ضخمة جدا عن الزيوت يا جماعة، إيه هي الزيوت اللي أنا أحمر فيها وأقلي فيها، والزيوت الآمنة والزيوت الضارة، يا ريت ترجعوا تشوفوها على القناة بتاعتي. تمام. دي بالنسبة لفوائد الكيتو بالنسبة للقلب. 8 حاجة، حل مشكلة حب الشباب. في ناس عندها مشكلة حب الشباب يا جماعة ما بتنتهيش نهائي. فمشكلة حل الشباب هي مشكلة بسيطة، لو أنا عملت رجيم الكيتو شهرين بالظبط مشكلة حل الشباب تنتهي. ليه؟ لأن في علاقة ما بين تناولك للكربوهيدرات اللي هو السكريات والنشويات والمكرونة والرز والعيش
والحاجات دي كلها والمعجنات والمخبوزات، كل ما يندرج تحت الكربوهيدرات كل ده ليه علاقة وثيقة بزيادة هرمون الأنسولين وبزيادة هرمون تاني اسمه IGF انسولين جروس فاكتور. الهرمونات دي بتفاقم حب الشباب. طب انا لما اعمل رجيم الكيتو هرمون الانسولين هيقل في الدم والهرمون الاي جي اف هيقل في الدم، وخاصة ان الهرمونات دي كمان بتساعد ان هي تعزيز هرمونات تانية بتفاقم مشكلة حب الشباب. فانا لما انزل مستوى الهرمونات دي للصفر مشكلة حب الشباب ايه هتتحل عن طريق رجيم الكيتو، ودي تامن ودي تامن حاجة. تاسع حاجة زيادة قدرة التحمل البدني، يعني تلاقي ان الناس اول ما تدخل في رجيم الكيتو عندها قدرة كبيرة جدا ان هي تجري وتروح وتيجي، لاني انا طلعت مصادر الطاقة اللي موجودة مخزنة جوه الانسان اللي في الدهون اللي ممكن تعيش الانسان من اسابيع لشهور بدون اكل تماما. تمام يا جماعة؟ اخر حاجة اللي حبيت اتكلم عليها في الكيتو هي انقاص الوزن، لان طبعا بالنسبة للفوائد اللي انا قلتها لرجيم الكيتو فانقاص الوزن يعتبر اقل فائدة بالنسبة للي انا قلته كله. طبعا انقاص الوزن بيجي عن ايه؟ انا بقلل الكربوهيدرات فهرمون الانسولين بيقل، وبالتالي الهرمون اللي بيخزن الدهون ما بيبقاش موجود فالدهون بيتم حرقها وبالتالي بتخلص من السمنة. نظام الكيتو انا شرحه بالتفصيل في فيديو وكاتب فيه التخلص من الدهون العنيدة بطرق بسيطة، جرب بنفسك. والتاني اعرف مشاكل الكيتو وازاي تتغلب عليها. يا ريت تشوف الفيديوهين دول علشان قبل ما تشوفوا الفيديو ده. بكده يا ريت اكون رديت على الدكتورة اللي بتخبط في نظام الكيتو، وبدعوها من هنا الى مناظرة علنية على الهواء مباشرة لو هي تقدر تناظرني، تعمل مناظرة علنية على الهواء مباشرة وانا مستعد للمناظرة دي قدام الناس كلها. من الاخر يا جماعة هقول لكم كلمة، الكيتو عبارة عن لو اعتبرنا الجسم بتاعنا ده عربية، فالكيتو لما ماشي الجسم على نظام الكيتو يبقى انا ممشيه على بنزين كأني بس بمشيه بنزين 95، لكن لو انا ممشي على الكربوهيدرات وشغال ازق فيه بالسكريات والعيش والمكرونه والفطاير والرز والحاجات دي كلها يبقى انا كده ممشي على بنزين 80. بنزين 80 ده بيعمل لي رواسب، نواتج العوادم بتاعته بتعمل لي رواسب في المخ بتؤدي بيا للصرع والزهايمر وامراض عدم الادراك العقلي وامراض مرض الباركنسونيزم ومرض شلل الرعاش وما الى اخره من امراض المخ اللي انتشرت بصوره كبيره اليومين دول من كتر تناول السكريات. وبكده يا ريت اكون رديت على الدكتوره اللي كانت بتخبط في رجيم الكيتو، وزي ما قلت انا بدعوها لمناظره تامه لما تشوف الفيديو بتاعي. انا مستعد ان انا اناظرها على الهواء مباشره، ما عنديش مشكله، ويا رب اكون اخدت بطار صاحبتي اللي كانت متضايقة جدا بسبب كلام الدكتورة دي. أشوفكم بخير. يا ريت اللي يشوف الفيديو وعجبه يضغط لايك للفيديو واشترك في القناة وفعل زر الجرس علشان يوصله كل يوم فيديو جديد خاص بالصحة والتخسيس والتوعية الصحية. كنتم ويا ريت تشاركوا القناة مع أصحابكم عشان الناس كلها تستفيد. كنتم في قناة الصحة والتخسيس وكان معكم دكتور حنس حشمت. ألف سلامة.